بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا اليوم بمناسبة اليوم الوطني للمعاق أسسنا واحد الجمعية اللي هي في جمعية زهراء للأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذه المناسبة احنا اليوم كنديروا واحد الجرد داخل هذه الجماعة، هي جماعة المعاشات إقليم آسف في قيادة الصورية القديمة. واليوم إن شاء الله بديروا يوم اللي هو تحسيسي، وندير واحد الجرد لهاد الإخوان اللي هما معاقين، اللي هما واحد المدة كثيرة هادي وما مساك كيعانوا في صمت، وحنايا كنعانوا من جهة أخرى باش ما لقيناش اليد اللي تهز معانا. لهذا ارتعينا باش نديروا نأسسوا هاد الجمعية. نطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونتمنوا على بركته. بهذه المناسبة كان نهنئوا الإخوان المسلمين في العالم على بحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله بحول الله ما قوته. نتمنى نكون هذا العام ديال الخير، وهذه المناسبة هذه الأمطار اللي طاحت هي تكون أمطار ديال الخير، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا. وبهذه المناسبة ما قدرناش نجيو عيد بيدينا خاويين عند هاد الإخوان باش ندير لهم هذا الجرد. بالمناسبة جنا واحد قفة اللي هي متواضعة باش ندخلوا على هاد الناس، على الأقل ندخلوا عليهم شوية سرور. إن الناس حالة ديال الداخل منين كتشوف في هاد الحالات كتوصل لواحد المسألة اللي هي يعز عليك. هاد المسألة كان يعني كتلقى راسك بأنك أنت تعطلنا بزاف. ونطلبوا من الإخوان اللي، وبالمناسبة كنشكروا الإخوان اللي هما دخلوا معنا كأوتور، اللي هما إخوان داخل الإقليم عندهم وزن، منهم الأخ اللي هو النويري عز الدين اللي هو بطل عالمي، وكاين واحد الأخ توا شعيب بوشعيب القرعاني، وكاين نجيب محمد نجيب، وكاين المستفيد اللي هو نائب رئيس اللي هو مهندس في الرباط تيعمل هو دائما في صالح الجمعية تهو داخل معنا، وبعض الإخوان اللي هما معنا. وتنطلبوا الجميع يساعدنا. هدف ديال الجمعية وهو النهوض بهذه الفئة المعاقة، ونقلبوا لهم باش هاد الوليدات اللي هما باقيين صغار نقدوهم باش يكونوا على الأقل خصوصا الصم والبوك باش هذوك باش ياخذوا واحد التطبيب واخذوا واحد المسائل ويقراوا حتى هما يقراوا. ونطلبوا الجهات المعنية لأنه باش التفت لهذه الفئة. وإلا دخلنا الدستور ديال 2011 كنلقاو الفصل 34، ونطلبوا للسلطات العمومية تفعيل هذا الفصل. ونطلبوا الله تعالى التوفيق، ونسألوا الله تعالى تبارك وفقنا جميعا. وشكرا أسيدي. كنشكر هذه الجمعية، كنشكرها، هي جمعية كتعاون مع المساكين، كتعاون مع المساكين، وبين ربي يكون معاهم. إيه كنبغي ربي يكون معاهم ويطول عمرهم. السلام عليكم. محمد مصطاج، رئيس جمعية المسار للتنمية الاجتماعية، ومقرر بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع جماعة المعاشات. اليوم كان لنا الشرف شاركنا إلى جانب الجمعية الجديدة، الجمعية اللي انتظرناها كثير، الجمعية اللي استبشرنا بها خيرا، جمعية ديال زهراء للأشخاص في وضعية إعاقة. فهذه الجمعية في الحقيقة كنا كنتظروها من زمان، لأن هذه الشريحة هذه بكل صراحة كانت مرصودة لها من الاعتمادات المالية ما يكفي، وكانت يعني إمكانيات، ومع ذلك للأسف لم تخرج لحيز الوجود إلا في هذا الوقت. فالحمد لله اليوم عندنا هذه الجمعية، فما علينا إلا تلبية النداء من أجل دعمها ومن أجل المضي بها قدما إن شاء الله لتحقيق الأهداف المتوخات من ورائها، ألا وهي إعطاء الحق
لهاد الشريحه ديال الفئه يعني اللي في وضعيه اعاقه، اللي الحمد لله نتمنوا يكون في المستقبل واحد الحملات تصب في هذا الاتجاه هذا. واليوم احنا يا جد سعداء كيف ما قلت اللي شاركنا معها بدعوه من الرئيس ديال الجمعيه الاخ البدراوي الله يجازيه بخير، والاخت رشيده، وكذلك الاخ نور الدين، ومن خلالهم كنوجه التحيه لكل الاعضاء ديال المكتب المسير لهذه الجمعيه وكل المنخرطين والفئات المكونه لها، وما كنتمنوا لهم الا التوفيق ان شاء الله في المستقبل. وبالمناسبه فالهيئه المساواه وتكافؤ الفرص فهي مقبله على واحد اللقاء ان شاء الله اللي مع جميع الجمعيات والتعاونيات النشطه بالجامعه من اجل تقديم مشاريع مقترحه اعدادا ان شاء الله لبرنامج عمل الجامعه، وسيكون الاعلان ان شاء الله عما قريب خلال اليومين القادمين. واتوجه بتحيه ايضا للاعلام من خلال هذا المنبر هذا، فصراحه كاين اللي غادي يقول بان الاعلام هذه المناسبه ديال القفه ديال رمضان ما تستهيش، ولكن هذا بالعكس، انا الاعلام له دور كبير ماشي لهذا الشيء هذا، وانما للتعريف بهذه الجمعيه الى ابعد حد، باش يعرفوا الساكنه اليوم ديال المعاشات بانها راه معاهم جمعيه، وهذه الجمعيه راها كتخدم جميع وليدات وابناء ورجال ونساء اللي في هذه الوضعيه هذه ديال المعاشات دون استثناء. وكان نعتذروا الا يعني ما اليوم هذه الدوره اللي كانت ما وصلناش شي واحد لهذا، فهذا غير جرد يعني تمهيدي ان شاء الله اللي غادي يخلي الجمعيه تعمل ان شاء الله في القادم من خلال هذه الارضيه هذه اللي كنتمنى تكون دفعه وحافز ان شاء الله لهاد الاخوان هادو اللي يعني عطاو انطلاقه في المستوى المطلوب. وشكرا لكم وشكرا لهم، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. استبشرت الساكنه خيرا بهذا المولود الجديد، هذا المولود تحت اسم جمعيه الزهراء لذوي الاحتياجات الخاصه للاشخاص في وضعيه اعاقه. وفي هذا الاطار قامت الجمعيه بتوزيع قفه رمضان على الاشخاص في وضعيه اعاقه، هي التفاته قويه وفريده من نوعها لهذه الفئه. نشكر من خلالها الجمعيه على هذه الالتفاته القويه، كما نشكر كل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه العمليه، وشكرا. السلام عليكم، رشيده ددا، كاتبه بجمعيه الزهراء لذوي الاحتياجات الخاصه. قامت الجمعيه اليوم بجرد المعاقين في جماعه المعاشات، وحنا الاهداف ديال الجمعيه هي اول الاهداف ديالها هي بان كتدير للمعاقين جميع الفئات، جميع الشرائح ديال المعاقين اللي كاين هنا، جميع الاعاقات، منها اعاقه ذهنيه، منها اعاقه التلوث الصبغي، منها الصم والبكم، منها الاعاقات البصريه. قمنا اليوم بتحسيس وخبرنا الساكنه بان هذه الجمعيه يلاه مولود جديد، غادي ان شاء الله نخدموا فيه، وكنادوا الجميع باش يكون معنا في هذا المسانده هذه الوليدات اللي في وضعيه اعاقه. وهذه الجمعيه اللي كانت اليوم هي عبارة عن قفة رمضان، هذه ما هي إلا بداية، ونتمنوا الخير القدام. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.